أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. نبدأ بملف الأخطاء الطبية، هذا المصطلح الشائع في العراق. المادة 35 من قانون العقوبات العراقي حددت صور الخطأ بقولها: تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل، سواء كان هذا الخطأ إهمالا أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة. وبحسب لجنة الصحة في البرلمان في عام 2018 وقعت أكثر من 4000 خطأ طبي منذ العام 2003 ولغاية 2018 بسبب ضعف هيبة الدولة كما قالت، وغياب المؤسسات الصحية المثالية وعدم احترام الإنسانية. وفقا لعضو اللجنة السابقة سهام الموسوي أكدت في تصريح صحفي لها عام 2018 وقالت بأن أكثر الأطباء في المستشفيات لا يؤدون عملهم بشكل صحيح كما قالت، وهذه نتيجة للشهادات المزورة التي أتوا بها من خارج العراق ما أفقد التخصص قيمته، مضيفة أن هنالك إهمالا في الحفاظ على حياة المواطن وتجري عمليات جراحية بدون ضوابط خاصة في المستشفيات الأهلية، وأشارت إلى أن الفساد الإداري في وزارة الصحة أدى إلى ظهور الأخطاء الطبية، لذلك لا بد من تفعيل الإجراءات للحد من الفساد. ولكن وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية ستار جبار الساعدي قال في 2018 بأن نسبة الأخطاء الطبية قياسا بالإمكانيات الموجودة ومقارنة بالدول المجاورة هي الأدنى، وأضاف بأن أطباء العراق يتميزون بالكفاءة، وبين بأن المشكلة الأساسية التي تواجه الأطباء هي أن الاعتداءات على الكوادر الطبية تسببت بهجرة نحو 6000 طبيب إلى بريطانيا و4000 إلى دول الخليج العربي. ورغم أن قانون حماية الأطباء الذي أقره مجلس النواب عام 2013 يتضمن حماية هذه الفئة من أي اعتداءات قد تطالهم، فإن العشرات منهم يتعرضون سنويا إلى عمليات ضرب واحتجاز. وقد تسبب خطأ طبي بوفاة امرأة في مستشفى البصرة التعليمي يوم أمس بحالة من الغضب والحزن، مقطع فيديوي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي في العراق أظهر حالة من الغضب والحزن بعد وفاة مريضة في مستشفى البصرة التعليمي بسبب ما قيل بأنه خطأ طبي. وأكد ذو الضحية بأن خلط التحليلات الطبية الخاصة داخل المستشفى هو ما أدى إلى تشخيص طبي خاطئ وإعطائها دما لمريضة أخرى. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. مستشفى البصرة التعليمي، خطأ طبي فادح أودى بحياة إحدى المواطنات العراقيات في محافظة البصرة. والله العظيم السبب شنو السبب؟ السبب تحويل جميع الأوراق إلى أوراق مريضة أخرى، وبالتالي هذه المتوفية الله يرحمها بسبب الأخطاء الطبية الفادحة. يا ترى من يتحمل هذا المسؤولية؟ طبعا تعال يوسف. يوسف شنو السبب؟ قلت لهم يا زاد الدم ذا، قال لا ما خابرنا، اذا خابرنا يقول والله ما عليك شيء، يعني طول لانه غير يعني بس تحول من بعد يا ابا ما يصير كذا، قال لا ما عليك شيء تبتاع ذاك يقول بعد، وهي مرحله ست احلى ست الكل ايش اعطيه عمك على غزل دم. هاي رساله الى وزير الصحه والى الجهات المعنيه، من يتحمل هذا الخطا الطبي؟ هذا الزباب عادي يا شيخ عباس، كذا ما دور غلط، وين خلينا نحكي عمي تكسس ما غلط. انا عندي مريض، انا اسراء عاجل كاتبين اسراء خليل، واليوم رحت جبت التحليل اسراء جليل، وهسه هاي الاوراق ما عندي موجوده والمريض مالي موجوده، ما حد مر بيه وشعبه.
طبعا يشار أيضا أن اليوم توفيت شابة من أهالي أبي غريب نتيجة خطأ طبي بعد إجراء عملية جراحية لأنفها في إحدى مستشفيات العاصمة بغداد، حيث قال ذووها لوسائل الإعلام المحلية بأنها توفيت بسبب جرعة تخدير زائدة. من تعليقات العراقيين على فيسبوك حول هذا الموضوع، موضوع الأخطاء الطبية في العراق، منهم من علق وقال كمصطفى الباش، قال: إلى أي حزب يعود وزير الصحة ولماذا هذا السكوت؟ يقول: كثرت مفاسد المستشفيات. أما مصطفى صالح فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى متى تستمر مهازل الأخطاء الطبية؟ يقول: شنو ذنب الحرمة تتوفى نتيجة إهمال كادر طبي متخصص؟ يقول على أساس. أما كرار فقال: الواقع التعليمي في العراق حاليا ومستقبلا سوف ينتج كما قال أطباء ليسوا أكفاء وأخطاء طبية كارثية. أما دكتور حسن فقال: هذا خطأ معلن مقابل مئات الأخطاء التي تبقى سرا ويتم غلقها من الإدارة إذا لم تعلم أسرة الضحية بما جرى، وإذا علمت فتغلق القضية بالتراضي بين الطبيب وبين العائلة. نعم، معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. أخي عبد الرزاق، أهلا وسهلا بك في حلقة اليوم، ومعنا الملف الأول حول الأخطاء الطبية، وذكرنا بأن امرأة توفيت في البصرة كما قال ذووها في هذا المقطع الفيديوي، قالوا بأنه بسبب تغيير تقرير من مريضة أخرى إلى هذه المريضة، وتم نقل الدم بشكل خاطئ مما أدى إلى وفاتها. وكذلك اليوم تناقلت وسائل إعلام عراقية بأن شابة عراقية توفيت وهي من أهالي أبي غريب بسبب كذلك خطأ طبي، قالوا يعني قال ذووها بأن جرعة تخدير زائدة أدت إلى وفاتها. تقارير برلمانية، تقارير حكومية تشير إلى ارتفاع ما يسمى بالأخطاء الطبية، برأيك من المسؤول في البداية وما السبب بارتفاع هذه الأخطاء الطبية؟ عبد الرزاق من بابل، هل تسمعني؟ أهلا وسهلا بك عبد الرزاق. تحدثنا عن ملف الأخطاء الطبية، برأيك ما هي الأسباب في ارتفاع هذه الحوادث ومن هو المسؤول؟ أهلا وسهلا بك وعليكم السلام. دكتور عمر، نعم، يعني ما خفي كان يعني الأخطاء الطبية هي هواية، لكنه اللي ينشر هو الدليل. ما السبب من دكتور؟ السبب عدم خبرات دكتور. يعني دائما والله أتمنى بأنه الدكتور مباشرة بما في السبرية الطبية وقاري المرضى. أنا مثلي في إخراج من الكلية، من الكلية مالتي يعني يلا بدا يلبس السبرية هو موجود عندنا بالعراق. هذا مو هذا مرتبط، يعني هو خرج الدكتور منا دخل المستشفى بالشرطة الدكاترة ما يصيره، يعني سنة سنتين وقام يسوي عمليات كثير، مفروض يكتسب خبرة زايدة حتى على مود تصير عنده إمام بالشعب والناس والمرضى. هذا الخطأ، والخطأ الأكبر والأفزح يا دكتور هو يعني التمرن بالخطأ. يعني الدكتور من يخطأ الموضوع أكو ناس يدعى كل خطوة حتى على مود يجي هي يكون قدامها مسؤولية. نعم، يكون مثل ما بالعملية أتمنى من الأطباء يهتمون بالمرضى ولا يكون يعني يسلمون المريض إلى مستشفى جديد. أيضا يكون فترة قديمة يعالج المريض، لأن راح يعطي الدكتور مو هينة. يعني أنت يعني بعمل هندسي معه تخطأ بالكتاب هذا كله سهل، لكنه تخطأ
حياتي انسان، والانسان هو عمود الحياه. شكرا لك عبد الرزاق من بابل. حسين من واسط، حسين من واسط، يعني عرضنا في هذا الملف الاول حول الاخطاء الطبيه، امراه توفيت في البصره، توفيت بسبب خطأ طبي كما قال ذووها بنقل دم مريضة أخرى إليها، وكذلك وفاة امرأة في بغداد بعد جرعة تخدير زائدة، كذلك قال ذووها هذا الكلام. برأيك ما هي أسباب ارتفاع حوادث الأخطاء الطبية ومن هو المسؤول؟ حسين من واسط، حسين من واسط، هل تسمعني؟ أسمعك. تفضل حسين. عزيز السلام عليكم. وعليكم السلام يا رب، نصلنا التلفزيون للأخير. وعليكم السلام حسين. أسمعك. السلام عليكم. نصلنا التلفزيون حسين للأخير. يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع حسين من واسط. أبو عراق من الفلوجة، أبو عراق، ما هي أسباب ارتفاع الأخطاء الطبية في مستشفيات العراق ومن يتحمل المسؤولية؟ كل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. أنا أعتبر رأيي الشخصي هذا القتل متعمد. شلون؟ معقولة يعني؟ اسمع أستاذ عمر، يعني أكو واحد يجيب المصيبة لنفسه؟ تفضل تفضل. نعم أنا دا أتساءل. هذا القتل لو ما متعمد كان هسه يطلع وزير الصحة يصرح تصريحات كم حادثة صارت في المستشفيات. أتحدى إذا طلع وزير الصحة وقال يا ما ترى الخلل واحدة اثنين ثلاثة. إذا هذا القتل متعمد يا أستاذ عمر. نعم. ليش بشكل لجنة تحقيق؟ يعني تعلمت مثل الحكومة، شكلنا رجال ما كافعات، ووصلت بينا الحالة يا أستاذ عمر. حتى المستشفيات ماكو رقابة عليها. ولا الله يخليك، وأنا وزير الصحة بتطلع بتحكي بنقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويا شعب اصبر يا شعب اصبر اصبر بك يا الله الفرج قريب ان شاء الله. نعم. شكرا ابو عراق من الفلوجة كان معنا. دعونا نذهب الى ملف اخر من ملفات برنامجكم صوتكم. كشف مجلس القضاء الاعلى في العراق العام الماضي 2021 بان نسبة ادمان الشباب للمخدرات قد تصل الى 50%، وعزى الامر الى سوء الاوضاع الاقتصادية في البلاد. نقل بيان للمجلس عن قاضي محكمة تحقيق المسيف في بابل نبيل الطائي له، وقال بأن الأشخاص الذين يعملون في المخدرات ويروجون لها موجودون في كل المناطق وليس في منطقة محدودة، لكن قال نستطيع القول بأن النسبة الأكبر وحوالي 70% منها هي في الأحياء الفقيرة والمناطق التي تكثر فيها البطالة وغيرها من المشكلات الاجتماعية. أشار القاضي الطائي في ذلك الوقت إلى أن سوء الأوضاع الاقتصادية ونسبة البطالة الكبيرة تؤدي إلى إقدام الكثير من الأشخاص على تناول المواد المخدرة ظناً منهم بأنها تنتشلهم من هذا الواقع المؤلم. ولفت إلى أن جرائم المخدرات لم تعد محصورة بالرجال، بل أصبحنا نلاحظ تورط النساء فيها. ولعل أهم أسباب انتشارها بحسب قول القاضي تتركز في زيادة الانتاج العالمي للمخدرات، كما أن لتطور تكنولوجيا الاتصالات والمواصلات دورا حيويا في تسهيل انتشارها. قال الطائي بأن دعاوى المخدرات في المحاكم العراقية كبيرة جدا، وبأن الخط البياني في تصاعد مستمر، حيث كشفت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية في العراق في وقت سابق من هذا العام عن حصيلة رسمية تمثلت بإلقاء القبض على أكثر من 17,000 متهم بالتعاطي وفي تجارة المخدرات في العراق خلال 22 شهرا فقط.
وفي أبريل الماضي أكدت مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية في العراق بأن إيران هي المصدر الرئيس لدخول المواد المخدرة إلى العراق. وقال مدير مكافحة المخدرات مازن كامل بأن مصدر المخدرات التي تدخل إلى العراق تأتي من إيران، وبين بأن المحافظتين اللتين يتم من خلالهما تهريب المخدرات إلى العراق هما البصرة وميسان. وأشار مازن إلى أن مهربي المخدرات يقومون بنقل المواد المخدرة من الكريستال والحشيش من محافظتي ميسان والبصرة إلى باقي المحافظات العراقية. في الشهر الماضي فقط أعلنت السلطات تفكيك شبكتين لتجارة المخدرات وضبط أكثر من 6 ملايين حبة مخدرة خلال عملية نفذتها وحدات أمنية خاصة جنوب غربي بغداد بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الداخلية ضبط أكثر من 8 ملايين حبة مخدرة في العاصمة بغداد واعتقال عدد من المتورطين بمحاولة توزيعها داخل البلاد. اليوم انتشرت صور لإسقاط طائرة شراعية محملة بمليون حبة مخدرة في منطقة جريشان في محافظة البصرة جنوب العراق وهروب صاحبها لإيران كما قال عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. وقد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية اليوم الجمعة عن إحباط عملية تهريب مخدرات عبر طائرة شراعية في البصرة. وذكرت الوكالة في بيان نشرته على فيسبوك بأن العملية تمت بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود طائرة شراعية تجوب سماء محافظة البصرة في منطقة جريشان. دعونا نتابع هذه الصور، صور الطائرة الشراعية التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. هذه يعني طائرة شراعية كانت تحمل مليون حبة مخدرة. قالت وكالة الاستخبارات بأنها ألقت القبض عليها، ولكن يعني كما قال عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي بأن من كان يقود هذه الطائرة الشراعية هرب، ومنهم من قال بأنه هرب إلى إيران. هذه الصور، هذه الطائرة، وهذه الأكياس، أكياس الحبوب وعددها مليون حبة مخدرة. هذه الآفة التي تفتك بالمجتمع العراقي. طبعا تفاعل عراقيون وصحفيون مع هذه الصور، ومنهم من غرد وقال على تويتر، دعونا نتابع بعض التغريدات، أو على فيسبوك، بلال أدليمي قال يخافون من المهرب الإيراني لأن أي واحد يتعرض إلى يذبوه وراء الشمس مثل ما حصل مع المقدم على الشياع المالكي. أما علي فاضل فقال ليش ما تقولون شرد إلى إيران لو تستحون من إيران، والله يا عمي مخازي هذا العراق يصير به هيشي. زينب قالت لم يمر بتاريخ العراق زمن أو حقبة أتعس وأرذل وأسفل وأسخف من هذه السنين التي نعيشها اليوم، سنين انقلبت جميع الموازين فيها حتى أصبحت الأخلاق عملة نادرة والكرامة والعدالة والغيرة والإنسانية والرحمة عملة نادرة جدا. صلاح علق وقال هذه الحبوب أخطر من الصواريخ، يجب السيطرة عليها، ستدمر الشباب والبلد، ويجب تجديد عقوبة اللي يتعاملون بها إلى أقصى حد. نعم، معنا اتصال خليل من بابل. خليل، كيف ترى ظاهرة المخدرات؟ يعني تقريبا لا يخلو أسبوع حتى نسمع بأن السلطات ألقت القبض على مليون حبة، 4 مليون حبة، 6 مليون حبة، 8 ملايين حبة، ويعني تقارير حكومية تؤكد انتشار هذه الظاهرة، بل وتؤكد يعني مديرية مكافحة المخدرات بأن مصدر المخدرات قادم من إيران. كيف ترى هذه الظاهرة التي تدمر أي شعب وأي مجتمع؟ أخوي، الظاهرات هذه من قبل المجاميع المسلحة، المجاميع الإرهابية المتسمة للأحزاب ومافياتها هي سبب نقل
لايران الى جعلها نشرها بالعراق وباي منطقه بالعراق. وعلى ايدي هذه المجاميع الارهابيه، يعني اقصد بالميليشيات الارهابيه ومافياتها، نشر هذه المخدرات، يمكن في الايام القادمه نشر بعد مزيدا من المخدرات، المواد السامه والقاتله، نشرها بعد في الايام القادمه، حتى لا يجعل العراق كمركز لتجاره هذه المخدرات، حتى يمكن عبر الدول الاخرى تنتشر هذه المخدرات. ومن قبل هذه المجاميع المسلحه، واقصد بها ميليشيات السلام والحد الشعبي، هي اخطر جماعات ارهابيه هي لماذا لا تسيطر الحكومة على هذا الأمر؟ أم أنه أمر صعب؟ الحكومة ما قادرة. يعني اليوم أمس كان رابط في المستوى في الجيش الحكومي عليها عثر على إلقاء القبض على شخص إيراني نقل المخدرات من إيران عبر عمامتي، وبعد قليل ألقوا القبض. تقصد الضابط على الشياع المالكي؟ نعم. هؤلاء مجاميع ما جالت منتشر، ما جالت تفعل وما تشاء بنشر كل هذه الأعمال الخبيثة والملعونة. شكرا لك خليل من بابل، كان معنا. يعني لدينا جرافيك حول انتشار المخدرات في العراق، ولكن قبل أن نأخذ الجرافيك معنا اتصال أبو عمر من بغداد. أبو عمر، يعني ظاهرة المخدرات في العراق وكما شاهدنا في الصور قبل قليل، يعني وسائل متطورة، نسمع مرة عن طريق طائرات مسيرة وهذه الطائرة شراعية، واستطاع من كان يقود هذه الطائرة الشراعية استطاع الهروب، وقال عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي بأنه هرب إلى إيران. برأيك هذه الظاهرة وبحسب أرقام حكومية، يعني أرقام مرعبة تدمر المجتمع العراقي، ما الهدف من هذه الظاهرة؟ هل هو هدف مادي فقط بحت أم لتدمير المجتمع العراقي؟ بالبداية حياك الله أستاذ عمر، حياك الله أستاذ رافدين البطل، حياك الله. حياك الله أستاذ عمر. أستاذ عمر، يعني ظاهرة المخدرات اللي كنا نسمع بها يعني مع كرامات الدول العربية، يعني بدون ذكر أسماء الدول أو باقي الدول يعني غير اللي كانت لهم يعني هاي الأمور كانت عندهم مقصودة بدولهم إخفاء المخدرات وكل هاي الأمور كنا نسمع عندهم. اما العراق يعني قبل 2003 هاي الامور كانت بعيده، يعني بعيده عن دخولها للعراق او تناولها بين الشباب، فكان عندنا السلطات الامنيه او المسؤول عن الدوله العراقيه حكومتنا السابقه، فكان يعني حكم الاعدام على كل من يبيعها وشراها، يعني بهاي الامور كانت الدوله مسيطره على شعبها ومسيطره على تجار المخدرات، فكان لها فالدور يعني اذا كان حكومتنا القديمه واذا كانت حكومات السابقه، هذا يدل على سمعه البلد وسمعه وهيبه الدوله. نعم. احنا العراق يعني للاسف اصبح سمعته يعني يكون بلد العراق، هذا العراق اللي اجيال تاريخه اللي ما صار عندنا هيك تناول المخدرات ولا دخول المخدرات هيك بكثره، يعني هذه لاول مره تحصل عندنا بالعراق منذ يعني التاريخ قرون سابقه، ما صايره عندنا نهائيا. هذا دلاله على سلطه الاحزاب وقوات الامنيه انه متواطئين مع هذه الاحزاب، فدخول المخدرات او هروبها الى بالطائرات او بالشاحنات او باي طريقه هم يحاولون انه دخولها للعراق من ايران الى العراق، هذه وراها ناس يعني قيادات عليا مكانه ذات يعني مبادئ عندهم يعني قويه جدا، فنسمع عنهم كنجموا 100 حبه او مليونين حبه او اقطع ملايين، هذا اعلام، هذا اعلام هو الداخل عندنا بالعراق اكثر من هاي الارقام واكثر من هذا العدد النسب اللي ما تعد ولا تحصى. نعم. هذه كلها لانه يعني يجمعون الشعب العراقي، يعني الهدف تدمير ام هدف مادي هو؟ ومن الاثنين مع بعض؟ هو يجعل شيء
بالاول هو يعني لصالح جيوبهم الطاقه لصالح يعني نواياهم اللجنه اللي ما نقدر عليها نوصفهم انه نعم. دمروا العراق ولصالح مادتهم وايضا لتدمير الشعب العراقي. نعم. شكرا لك ابو عمر من العاصمه بغداد. دعونا اعزائي المشاهدين نتابع جرافيك من إعداد قناة الرافدين الفضائية حول ظاهرة المخدرات في العراق، فلنتابع هذا الجرافيك مع بعض. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو زينب من النجف. ابو زينب، تحدثنا عن ملفين في العراق، عن الاخطاء الطبيه وعن ظاهره المخدرات، تفضل رايك. والله هي يعني الشغله معروفه، هي مصدر المخدرات اللي هي مو مثل ما قال عقل عقله يقول تجي من كانتين تجي الوحيد في الكره الارضيه. اليوم لازمين طياره في البصره مسيره مليون حبه مخدره. ها؟ والاعلان يقول ان احد يسوي الجوار، زين ما عرفت تقول الجوار يا هو يعني قاتل الشرقيه مصدرات الكويت. هم عم جايين من اجل تدمير الشعب العراقي. تدمير كامل للشعب العراقي، قسم بالقتل، قسم بالتجويع، وقسم بالمخدرات. حولونا المجتمع نظيف من الجريمه الى مجتمع جحيمه، وهذا اللي تريده الان. زين هم ويحكي لك عن كسر، يحكي لك عن السياده الوطنيه، لا سياده تركيا محتله شيء، محتله نص مينرا ونص دور. يا سياده وايران تضربنا يا ها والله شنو بردي استخبار اسرائيليه وافرض اكو استخبار اسرائيليه ايش عليكم؟ انتوا اولياء امورنا احنا تابعين لكم. ها؟ اولا دوله ولا علم ولا دستور وكذا. ولا اهم من هذا كله الدستور يقول لك بعد سته اشهر اذا ما تمت الموافقه على التسميه رئيس الجمهوريه بتشكيل حكومه على مجلس النواب ان يحل نفسه وهو ان يعيد الانتخابات. فالدولتين يكون شاعر يجي فوق. ثانيا بالنسبه للمؤلف يقول لك اذا ما تصير حكومه تصير اعمال واحنا ما نقدر قانونا ما نقدر نقر الموازنه مال 2022 لانه الحكومه غير قانونيه. طيب انت ليش ما قريتوها في 1/10/2021 والتاريخ اللي قرروا 2000؟
نعم. عم كلهم سرسرية مش مضيع حرمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أبو زينب من النجف كان معنا. نذهب إلى ملف آخر وإلى محافظة النجف. صرخة مواطن النجفي ضد هيمنة الأحزاب الفاسدة على مقاليد الحكم في البلاد وما تبعها من تدهور على مختلف الأصعدة وانقطاع المياه وجفاف الأنهر دون حلول حكومية وعدم الاستجابة لمعاناة الفلاحين في المشخاب بالتحديد بعد جفاف نهر المشخاب وتحوله إلى أرض جرداء، كما دعا هذا المواطن النجفي للخروج بثورة عارمة لإسقاط الأحزاب الفاسدة وإنقاذ البلاد من سطوتهم. فلنتابع هذا المقطع. وين العدول؟ وين الشرفاء؟ وين أهل العمايم اللي يصيحون يا ليتنا كنا معك سيدي؟ الإمام الحسين مو لطم عمي، الإمام الحسين مو قيمة، الإمام الحسين مو ماشي عمي، الإمام الحسين فكرة ثورة، واليوم نراد لنا ثورة على هذا الفساد، نراد لنا ثورة على الأحزاب. خل نضحي، خل نموت بشرف، خل نموت بكرامة على مود نسوي مستقبل لجهالنا. شنو مدارس ما عندنا؟ شنو ماي ما عندنا؟ شنو زراعة ما عندنا؟ شنو صناعة؟ عيب عيب والله عيب. نقول عراقيين ايش وقت تهتز الشوارب وتطلعون وتدعون بحقوقكم يا ناس يا عالم؟ صار لنا 3 سنوات نحكي عن الماي وهسه رجعنا والحكومه ما مشكله صار 7 اشهر. ليش يابا ما مشكله؟ ليش؟ الاطار الكتله الصدريه تندعون بالاصلاح. يا اصلاح هذا تعالوا شوفوا شعبكم مات. وين اصلاح؟ من جاي اطار الفلاح بالاصلاح؟ نعم. المشخاب وتلقب بمدينة العنبر، مدينة عراقية ومركز قضاء المشخاب تقع ضمن محافظة النجف، مساحتها 375 كيلومتر مربع، تبعد نحو 30 كيلومتر جنوب مدينة النجف. أرضها طينية زراعية خصبة أصلها من بقايا الأهوار والسهل الرسوبي لنهر الفرات الذي يمر فيها. سكانها من العشائر العربية الأصيلة، 80% منهم يعملون في مجال الزراعة و20% منهم يعملون في أعمال مختلفة أخرى كالتجارة وفي يعني بيع الأرز وعلى رأسه العنبر، ويعملون كذلك في الصناعات اليدوية البسيطة. يعد نهر المشخاب جزءا من نهر الفرات ويطلق عليه أيضا اسم نهر الهندية. صور مواطن عراقي صور جفاف نهر المشخاب في محافظة النجف بشكل كامل بسبب السياسات المائية الخاطئة وإهمال الحكومة لهذه الكارثة التي تتفاقم منذ سنوات عدة. أوضح ناشطون بأن الجفاف ينذر بأزمة معيشية كبيرة وخصوصا على الفلاحين الذين يعتمدون على الزراعة في تحصيل قوت يومهم، محملين الحكومات المتعاقبة مسؤولية أزمة الجفاف في العراق. دعونا نتابع هذا المقطع. يا الله سلام عليكم. هذا الفيديو ما بي مناشدة، هذا بي شكوى إلى الله سبحانه وتعالى من شط المشخاب، شط الخير والبركة، شط الزراعة، شط السمك. هذا قبالكم واقف أنا بالحمادة، هذه حمادة كل شي ماكو، أنا بنص المدينة، هذا يعتبر شط المدينة. الله يساعد الأرياف، الله يساعد أطفالهم، الله يساعد حلالهم، زراعتهم، ناس كتلهم العطش، الكل جاي يصارع الكتلة الصدرية والأطار التلسيقي على حقوق المكون. هاي حقوق المكون، هاي وين حقوق المكون؟ جفاف جفاف والقادم أسوأ. هاي مركز المدينة، الله يساعد أهلنا بالأرياف. شلون؟ إلى متى الحلال يموت والإنسان يموت والزراعة تموت؟ هاي قبالكم، هاي قبالكم. هذا ناظم المشخاب، هذا كان الماي يوصل للناظم هنا، نجي ناخذ صور بي من المسؤول. خلي نشوف العالم، احنا جاي نموت من العطش، أهلنا جاي تموت من العطش، حلالنا جاي يموت، زراعتنا ماتت. هذه قلب المدينة نأكد، وباسر ننقل لكم من الأرياف. هذه رسالتنا، تباوعوا عمي، هذه حمادة، بس هذا باقي الشط، وإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع. منهم من علق وقال على منصة فيسبوك كما قال حيدر عبد زيد العفاري، قال الأحزاب الشيعية الولائية الفاسدة هي السبب بجفاف
الأنهر الولائية. نصير السلاوي يقول مع الأسف والله على العراق هيك يصير بي. أما صدام الفتلاوي فقال هذا حال النهر الرئيسي فكيف يكون حال الفروع، يقول الله يكون في عون أهالي القرى والأرياف. أما كاظم الفتلاوي فقال خلي شوف المحافظ وين أهل المشخاب، خل يطلعون مظاهرات يطالبون، يقول كافي سكوت عن الواقع المؤلم، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم وفاسد. معنا اتصال أبو مروة من محافظة كربلاء. أبو مروة، يعني مسلسل جفاف الأنهر في العراق في تسارع كبير، والمتضرر الأول والأخير هو المواطن العراقي. أين الحكومة؟ أين حلول الحكومة التي من المفترض أن تعمل عليها منذ سنوات لإنقاذ أنهر العراق؟ أهلا بك أبو مروة. حياك الله. يا أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخي. أنا رسالة إلى كل شعب العراق. نعم. فائدة للمناشدة، هذا مشروع لقتل العراق والمجتمع العراقي، هذا مشروع يكفي. احنا مو حق التجارب، صارنا 18 19 20 سنة تقريبا وعرفنا الفيرو غطاء، فما ممكن إذا كنا قبل 7 سنوات العملية عفوية، الآن العملية مو عفوية، هذا قتل العراق المخدرات، قتل الزراعة، قتل الصناعة، قتل المواطن العراقي، المجتمع العراقي تفكك، حتى وصل التفكك إلى الأسرة الواحدة. يا شعب العراق ما تفيدكم المناشدة أبدا، ما يفيد إلا الثورة العارمة. نعم نعم، إنها الثورة أي جزء يروحون البرلمانيين يسنون قانون، يشرحون قانون تجريم التطبيع، وكم تضحكون على من؟ اي 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 تطبيع تجرموه؟ الشعب العراقي يزيدون علينا احنا الصف الاول ابتدائي يصيح فلسطين حره حره وتجي تطلع برا تكذبون علينا تقول بالتطبيع؟ روحوا شرحوا القوانين، شوفوا الكبسله، شوفوا الحشيشه وين وصلت، وانتم تدرون بها احترموا انفسكم. ويصي بعد خلاص، ما يتحمل ما يتحمل الاهانات هاي. نعم ابو مروه كان معنا من كربلاء. طبعا على طاري ذكر تشريع قانون تجريم التطبيع، يعني منذ تاسيس الدوله العراقيه وبغض النظر عن اختلاف النظم السياسيه التي حكمت العراق، يعني وقف العراق مع القضيه الفلسطينيه وضد الكيان الصهيوني، بل قدم الكثير من الشهداء في حروب 48 ومن بعدها حروب 68، وكذلك في يعني في 73 كذلك كان للعراق دور كبير مع وقوفه مع مصر وسوريا. هذا القانون، قانون التطبيع، يعني فقط حتى يعرف المشاهد بأنه سمح للزيارات الدينية، يعني ممكن للصهيوني يقول لك أنا أريد تأشيرة العراق حتى أزور العراق أشوف المعالم الدينية بالعراق، ويمكن للعراق أن يطلب بعد موافقة وزارة الداخلية يطلب تأشيرة إلى الكيان الغاصب الكيان الصهيوني بحجة زيارة المسجد الأقصى والقدس. نذهب إلى ملف آخر وهو استمرار أزمة الوقود في العراق. الوقود واحدة من أزمات إشغال المواطن العراقي كما يقول العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. مقطع يظهر طوابير طويلة للسيارات أمام محطة لتعبئة الوقود في محافظة ديالى. تداول عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع كثيرة تظهر اصطفاف السيارات أمام محطات البنزين في ديالى في طوابير طويلة للحصول على الوقود. دعونا نتابع هذا المقطع. هذا الازدحام اليوم الساعة 7 الصبح، الساعة 7 الصبح أمام محطة وقود، أشنون عشرات السيارات واقفة تنتظر، والسيارة واصل كلية اليرموك على المود تفويلة، ما تستغرق دقيقتين فقط، راح يبقى السائق ينتظر نص ساعة ساعة، ما أعرف شو وقت يصل السنة. وخلي يجي واحد يقول لي ما فيك حكي، توني فولت بنزين خانات فارغة ووقود متوفر. لا يا أخي، هاك شوفه بعينه، ما عندنا مشكلة ويا أي أحد، هاك شوفه بعينه. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع استمرار أزمة الوقود. منيب قال أزمة بنزين جديدة
في ديالة وفي صلاح الدين. أما أسعد فقال إحنا صارنا أشهر بالموصل الطوابير على البنزين. مصطفى الخفاجي قال نفس الشيء في محطات الخالص، ازدحام كلش والساعة 11 يعزلون. أما محمد فقال هي ديالة شبيهة زين ظلت على البنزين. يقول نعم. نذهب إلى أنفوغرافيك، فوضى العطل الرسمية. هذه العطل الرسمية التي تشل اقتصاد العراق وتؤثر سلباً على المجتمع العراقي. تعد كثرة العطل الرسمية في العراق واحدة من أكبر المخاطر التي تضر الحياة العامة الاقتصادية في العراق وتؤثر على حياة المواطن العراقي. قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية سلط الضوء على هذا الموضوع وعلى تبعاته في التقرير التالي، فلنتابع. نذهب إلى الهاشتاج. أثارت حادثة تسريب الأسئلة الامتحانية الوزارية للمرحلة المتوسطة حالة من الغضب والاستهجان في الأوساط المجتمعية العراقية، وعبر عدد من المدرسين والتربويين في العراق عن غضبهم الشديد بسبب تسريب أسئلة امتحان الرياضيات للصف الثالث المتوسط. كما أشار التربويون إلى أن حادثة تسريب الأسئلة ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل الفساد المتجذر في جميع القطاعات الحكومية لا سيما في قطاع التعليم بعد عام 2003. غرد عراقيون على وسم تسريب الأسئلة للتعبير عن غضبهم من حادثة تسريب الأسئلة والتي يدفع ثمنها الطالب العراقي. صفاء الأبيض قال لو كنا في بلد يحترم فيه أو يحترم فيه المنصب لكانت هذه الحادثة كفيلة بأن يعلن السيد وزير التربية وكل مدير عام مسؤول عن هذه الحادثة استقالته أو بالأحرى يقال. يقول أحمد أسئلة ما عرفت تحمونها من التسريب وتريدون تقودون دولة يا أخي، حتى كلمات الذم يقول خلصت بكم من كثر فضايحكم. أما ثائرة فتقول في انتفاضة تشرين قالها الأحرار ماكو وطن ماكو دوام، كان الهدف منها إيصال رسالة بأن كل شيء سيء ويجب إعادة النظر فيه خصوصا التعليم. تم الهجوم من قبل الطيبون المطبلون وراء عبيد الأحزاب بأننا مخربون وأننا فوضويون، هذه إحدى نتائج تسقيطكم. أما محمد الصالحي فقال اغتيالات، خطف، سرقة، تهجير، تهريب، مخدرات، خمور، ظلم، فما الغريب في تسريب الأسئلة؟ وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة جديدة يوم غد بإذن الله، في أمان الله.